السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشرح لكم طريقة رسم الصخور بفرشة رفيعة اهيت معانا وباللون البني. بنحدد الصخور باللون البني. الوان اللي معانا بلاستيك نصف لامع فايبس 2000 بفرشة رفيعة اهيت فرشة ناعمة. بنعمل اللون الاسود الاماكن الظل في الصخور باللون الاسود. اماكن الظل باللون الاسود. الاماكن كلها عملناها باللون الاسود اهوت. بعد ما خلصنا اللون الاسود اهو هنيجي باللون البني وبعد بنلون باللون البني بعد اللون الاسود. وبنقسم الصخرة الكبيرة دي نصين اهي مكان الظل وبنسيب مكان الاضاءة اللي عليها نور. وبنعمل الاماكن اللي عليها اضاءة باللون الاصفر. لون اصفر جملي. بنعمل الاماكن اللي عليها اضاءة في الصخور. بعد ما عملنا اللون الاصفر الجملي الاماكن اللي عليها اضاءة بنيجي باللون الابيض وبنعمل الاضاءة في الاماكن اللي سطع عليها الاضاءة قوي. بنزود اللون الابيض فيها وبنسيحها وبنسيح اللون الابيض في اللون الاصفر الجمل. بنيجي باللون الابيض وبنفتح في اللون البني. وبعد كده هنعمل تسييح في اللون الاسود اهو تسييح في اللون الاسود. بعد ما عملنا تسييح في اللون الاسود بنضيف لطشات صغيرة كده باللون الابيض اماكن اللي سطع عليها الاضاءة. وبنعمل عملية تسييح اهي عشان تبان الصخور بشكل واقعي. كده خلصنا الصخور. هنيجي بفرشة كبيرة وبنعمل السماء بلون ازرق فاتح ابيض وعليه نقطة زرقاء بديلنا ازرق فاتح السماء. وبنغمق فوق السماء
زي ما انتوا شايفين، وبنعمل عملية تسييح. بعد كده بنعمل السحاب، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد، واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم، وانا هرد على كل التعليقات. بنرسم اهوت نجيلة جنب الصخور اهي باللون الاسود، نعمل ارضية، وبعد كده باللون الاخضر، دي فرشة منكوشة اهي، وبعد كده باللون الاصفر بيدي اضاءة على النجيلة. بعد ما خلصنا الصخور والسماء ورسمنا النجيلة، آخر حاجة بقى هنعمل البحر. بلون أزرق وبنضيف عليه أبيض، وبنعمل أمواج البحر اهوت. بنحاول يبقى فيه خطوط في البحر، يبان ان فيه خطوط في امواج. وبعد كده هنعمل ظل الصخور وظل النجيلة بلون اسود اهو. وبكده ينتهي درس النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منها كل جديد.